سعدت اليوم زيارة شيخنا الشيخ سعد، أسأل الله أن يسعدك يا شيخنا، أقول آمين. آمين وإياك. ويكرمك مثل ما أكرمتنا. الله يكرمك، أنا والله يا شيخ عبد الرحمن سعيد بزيارتك، مرحبا بك، ترحيبتن مستعدة وأنا بعد من جنبها مستعدين. أهلا بكم. الله يسعدك يا شيخنا. ويحييك. أعطينا مما أعطاك الله. الله يجزاك خير، أنا حقيقة أنا أقول لأحبابي ثيابنا وأبداننا تحتاج إلى غسيل. الله. وفيه أدواء وأمراض مستحيلة على إزالة البقع، تلاحظون بعض الصابون يطلع بعض البقع، وبعض البقع والله لا صابون ولا غيره. أكبر بقعة تفسد قلبك ويا ما تستطيع أن تجلوها الحسد. الذي وش الحسد؟ الحسد أنك ما تفرح بنعمة نزلت على مؤمن آخر، مجرد أنك ما تفرح راجع إيمانك، لأن المعطي هو الله، فإذا اعترضت ولو بقلبك فأنت تعترض على الرب وربي.